أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط به المسجد من جميع الجهات، وخلف الحجرة النبوية يوجد مكان عال بعض الشيء عن أرض المسجد، بحيث لو صلى فيه المصلي كانت الحجرة أمامه، فما حكم الصلاة خلف الحجرة النبوية؟ أمامه لكن مقوس، ما هو أمامه عرض، إنما هو من الداخل مقوس، فلا يستقبل القبر، إنما يستقبل الفضاء، ما قدامه قبر. القبر محاط بالأسوار، والسور الأخير مقوس، لا يكون أمام المصلي شيء منه. نعم.